طب اخدكم لحاجة حلوة تاني، ودي انفراد محدش عملها خالص اخر قربنا من الفجر، محدش عملها خالص، انفراد رائع. الكرة النسائية عملوا القرعة، الاهلي والزمالك اول مباراة في الدوري، لأول مرة يتعمل دوري عام كرة نسائية. الاهلي والزمالك تسابقوا من خلال مديرين فنيين واستثمارات في الكرة النسائية انه كلاهم يعمل سكواد ضرب نار. شوف الاهلي تعاقد مع مين، 10 صفقات حتى الان. امنية سمير قادمة من ابها السعودي، لعبة كويسة جدا. نادين غازي قائدة نادي بيراميدز. منى طارق لعبة الوحدة السعودي. امل ناصر بعد انتهاء تعاقدها مع المعادي واليخت، حر، لعبة حر. سالي منصور لاعبة التقدم السعودي. المحترفة الأمريكية ميا لينيس دار دين وسوريا أشرف كانوا في الأميرية، يعني دي بتاعت أمريكا جاية من أمريكا وسوريا أشرف من الأميرية. مهد دمرداش حارس مرمى من نادي جدة السعودي. منتخب صربيا ومدافع منتخب صربيا للكرة النسائية الإسكندرا جوروفيتش. التسعة النيجيرية تشارتي روبن مهاجمة ببليسيا كونز النيجيري. 10 إسراء السقة من نادي مودرن سبورت. ده سكواد الأهلي، والمدير الفني فرنسي ديمتري ليبوف. ده سكواد النادي الاهلي للكرة النسائية. تخيل انت جايبين لعيبة من امريكا ومن صربيا ومن نيجيريا ومن السعودية 4 صفقات ومن بيراميدز. الحاجة الوحيدة اللي هي كانت حرة بتاعت المعادي واليخت امل ناصر. طب الزمالك ابرم كم صفقة؟ على فكرة الزمالك بيع النادي للفرقة لمستثمر. الاهلي ما بيعش الفرقه عشان تبقوا عارفين، ولكن فيها استثمار، لكن ده مسؤول عنها حد، هي باشراف الكابتن حسين السيد على فكره، والكابتن بدر حامد اللي بياخد 250 الف جنيه مش عارف ليه. واخد بالك انت؟ هو زعلان مني، بس اللي يرد عليا شيله فوق دماغي. انا فيك بيني منكم خصومه، رد. قلت لك بعت قطاع الناشئين، ما صدقتش، طلعت بعته واعتذرته. اخو سيد نيمار كان موجود معاكم هو وشريكه، قلت لكم غلط، كبرتوا في الاخر مشيتوه. اولياء الامور قال لك اتبهدلنا في قضاء النشيد، وانت رافض الرد تعمل لك ايه؟ كابتن بدر انا اقدر من يقدرني، واللي ما يقدرنيش الله يسهل له. لكن انت بقيت لي زعلان. طب حضرتك هل قلت لي في غلطه في معلومه وانا ما قلتهاش؟ اعتذر واقول انا اسف. لكن انت بتعترض ليه؟ لان الدنيا خربت. الكابتن حسين السيد جايبك اجبار، قالوا لي 300 الف جنيه وبعد كده قالوا لي 250. النسائيه دي تبع الكابتن حسين السيد اشراف وبدر حامد رئيس القطاع. المدير الفني حد صاحبهم او صاحب بدر حامد اسمه ايه؟ عادل حسين. ده المدير الفني راجل محترم، ما نحن لا نذم في احد. جاب مين الكابتن عادل؟ 6 صفقات. حبيب اسماعيل شرف في اليخت والمعادي، ودي لاعب حر يعني، كانت مع زميلتها امل ناصر. الاهلي خد امل ناصر والزمالك خد حبيب اسماعيل من المعادي واليخت، الاثنين كانوا حر. سميره محمد قادمه من توت عنخ امون، نادي درجه ثالثه لسه صاعد دوري ممتاز. مها سامي قادمه من نادي توت عنخ امون. شاهد مكرم من نادي مودرن سبورت. يسر ابراهيم قادمه من نادي مودرن سبورت. نورة عبد المجيد حارسه مرمى من نادي المصري البورسعيدي. فرق الفلوس هنا وهنا 10 اضعاف. والاهلي ما عندوش مستثمر، الاهلي ما بيبيعش حاجه، ولكن الاهلي ممكن يجيب حد في تفاهمات ماليه لكن لا يبيع. اتعرض على الاهلي بيع قضاء الناشئين ورفض، وبمبالغ رهيبة ربما قاربت المليار جنيه. انت رحت بعت المستثمر فاشل بستة مليون والدنيا قامت عليك لغاية ما مشى.
رغم ان المجلس قرر انه يمشيه وما مشاش، ولكن الناس صممت ومشى وانت فسخت معاه. الله اعلم يمكن جبته تاني، الله اعلم، حد يطمنا. فهو يا جماعه فكره اول مره تطلع على الشاشه، اول مره حد يطلعها على شاشه يوتيوب او سوشيال. اسكواد الاهلي والزمالك الجديد للكره النسائيه، والاثنين هيلعبوا بعض في اول مباراه في الدوري الممتاز للكره النسائيه. الاهلي مديره الفني فرنسي ديمتري ليبوف، الزمالك مدير الفني بتاعه الكابتن عادل حسين. سنرى مباراه ضرب نار، بس حبيت اعمل لكم فكره لطيفه بس.